أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي بين الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وأشار سعادته إلى أن حكومة مملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمستوطنات البشرية التي حققت فيها المملكة نتائج متقدمة جدًا. على مستوى العالم جاء ذلك خلال توقيع سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة والسيدة ميمونة محمد شريف وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على اتفاقية لدعم جهود مملكة البحرين في مجال التنمية الحضرية المستدامة بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة واوضح الوزير ان هذه الاتفاقيه تاتي في اطار تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين بما يسهم في مواصله تطوير البيئه الحضريه بالبلاد وتحقيق اهداف التنميه المستدامه. وقال سعادته انه بموجب هذه الاتفاقيه فان برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه يعنى بتقديم الدعم لعدد من برامج التنميه الحضريه في مملكه البحرين، وبالاخص البرامج المعنيه بخطه التشجير.